لأ يا حبيبي. طب إزاي؟ أنت مش لازم تروحي للدكتور عشان خاطر تطمني على نفسك وتطمني على البيبي؟ آه أنا هحجز لك عند الدكتور وأنا وأنت نروح له سوا. بجد يا مروان؟ آه يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي وما تحرمش منك. مالك يا سوكا؟ إيه يا حبيبي؟ وأنا كل ما أجي كده أشجر على سندس ألاقيك قاعد حزينك ده، زي ما يكون ميت لك جاموسة والله بقرة يا راجل. قلقان يا عم شكري، هاجر جالها عريس وأخوها مصمم يجوزها وعمال يزن في ودانها زي الناموسة الرخمة. الجواز قسم ونصيب، وإن شاء الله بعون الله ربنا هيبعت لك نصيبك. معقول يا عم شكري بعد الحب اللي حبته له ده ممكن هاجر تبيعني؟ لا يا ابني، أنا حسب تجربتي يعني في الدنيا الست عمرها ما تبيع رجلها، حتى لو تقدم لها قارون بماله نفسه ما توافقش ابدا. انا عمال اكلمها كل شويه، بقالي يومين عمال اكلمها يا عم شكري ما بتردش، انا قلقان قوي. معلش يا ابني، هتلاقيها في نبطشيه ولا عمليه. ادعي ادعي، احنا غلابه وربنا هيستجاب مننا، وهي كمان غلبانه. انا ورايا للدعاء، يا رب يا عم شكري اسمع من بقك ربنا. يا رب. يا إس شكري، خد يا أخوي دق الرز بلبن بتاعي بالمكسرات، صنعت إيديا وحياة عينيا. دوق، ده كان أبو الواد سوكا الله يرحمه كان يقول لي أحلى رز بلبن من إيديك يا أم سوكا. خد يا واد يا سوكا دوق. بقول لك يا أما بعيدة عني يا أما، ولا عايز أكل ولا أشرب، سيبيني في حالي ربنا يخليك. دوق أنت يا حبيبي. دي ده بالمكسرات. المكسرات ده جميل. ما شاء الله ما شاء الله. ده ناقص السكر. ها ان شاء الله عنكم ما اكلتم انتم الاثنين. الله يرحمك يا ابو سوكا، كان دايما يقول لي اجمل حاجه فيك يا ام سوكا الرز بلبن بتاعك، كان راجل اكل رز بلبن بجد بجد بجد. اجيبك منين يا ابو سوكا دلوقتي؟ اجيبك منين يا اخوي؟ عشان اقدر فيص منها. هايدي يا حبيبتي، سلامتك سلامتك يا روح قلبي. الف سلام عليك يا هايدي. علاء المأمور قال له انك انت اتنقلتي المستشفى فمر عليا وجابني هنا. معلش يا هايدي، انا عارف ان موقف صعب، بس حاولي ما تاخديش كل حاجه على قلبك، وان شاء الله ازمه وهتعدي. هايدي حبيبتي، انا عارف انك في محنه وموقف صعب عمرنا ما كنا نتخيله، بس اوعدك وانا بابا بقى اللي بوعدك انك هتخرجي من هنا في اقرب وقت ممكن، هترجعي بيتك فلوسك وحياتك. انتوا هتفضلوا تضحكوا عليا لحد امتى؟ تقعدوا تقولوا لي هتخرجي وهتتحل، ولا بخرج ولا بتتحل. انا حاسه ان انا خلاص هقضي باقي عمري هنا في السجن، انا خسرت كل حاجه وبقيت مجرمه وسوابق. المهم بس ان يكون ضميرك مستريح، وانك تكون حاسس انك اديت واجبك وانت شايفني بالمنظر ده. انا هفضل معاكي لغايه ما تخرجي من هنا، وان شاء الله ده هيكون في اسرع وقت. ايوه ايوه ايوه، وضبي الدنيا كده يا قمر عشان الناس اللي جايين. ربنا يسعدك يا حبيبتي. بالمناسبه انا كلمت خالاتك وعماتك وجايين النهارده. انا مش فاضيه النهارده، عندي شغل. نعم، يعني ايه مش فاضيه؟ ده النهارده خطوبتك يا حبيبتي. بس انا مش موافقه. مش موافقه على ايه بس يا حبيبتي؟ بدأ عريس يترفض برضو؟ شاب كويس وحليوه وصغير وابن ناس طيبين محترمين، انا مش فاهم ازاي يترفض. انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. انت اللي فتحتي سيره الجواز ده، لما جبتي لي الواد الصايع الضايع بتاع الكباريهات، قلت يا واد يا فواز لازم تختار لها واحد كده يليق بيها وبعيالها اللي هتخلفه. خلاص يا فواز، انا غيرت رايي ومش عايزه اتجوز دلوقتي. طب تعالي يا حبيبتي اقعدي، ربنا يهديك يا رب. قولي انت ناويه تتجوزي امتى؟ لما اخوك اسنانه تقع وشعره يشيب ان شاء الله ولا ايه؟ لما ربنا ياذن هتجوز. يا حبيبه قلبي، انت مش حاسه ان اخوك سنه بيكبر ووقف جنبك طول عمره واخر دنيته وحياته عشان يطمن عليكي؟ على عيني وعلى راسي اللي انت عملته معايا يا فواز، بس تطمن عليا مع واحد انا اختاره، مش ترميني كده والسلام عشان تخلص مني. ارميكي ايه بس يا حبيبتي؟ انا لو كنت فكرت في نفسي ولو مره واحده بس كنت اتجوزت من 10 سنين فاتت، لكن قلت لا، دي اختك الوحيده لازم تسطرها وتشوفها وهي في بيت عدلها واطمن عليكي، وبعد كده ابقى اشوف حياتي انا. تشوف حياتك؟ خلاص زهقت مني؟ عايز تدفعني نص عمري اللي جاي تمن نص عمري اللي وقفت فيه جنبي يا فواز؟ بقى كده يا هاجر، للاسف انت مش شايفه غير نفسك وبس، ويا ريتك شايفه صح. لا بقى، انا شايفه صح كويس قوي. انت عايز تخلص مني عشان الشقه. شقتي والكلام الفاضي اللي بتقوليه ده، فين عمري وفين صحتي؟
ويا ترى لو فكرت اتجوز النهارده مين هتقبلني؟ واحده مطلقه ولا واحده ارمله؟ ولو حبيت اخلف الفرق بيني وبين عيالي هيبقى قد ايه؟ ويا ترى هيقولي بابا ولا جده؟ يا فواز انت ابويا واخويا وكل حاجه ليا، بس حرام عليك لما ترميني الرميه دي، افضل شايله همها طول عمري. انا لا برميكي ولا بجوزك جوازه اي كلام ولا بديكي الواحد قد ابوكي. انا عاوزك تبقي اسعد انسانه في الدنيا. انت لسه صغيره يا هاجر، وان شاء الله تتجوزي وتخلفي، وبعد كده ان شاء الله تفتكريني وتقولي الله يمسيك بالخير يا فواز يا اخويا، انت فعلا اخترت لي صح. ربنا يهديك يا هاجر، ربنا يهديك. بص يا ابراهيم، انا جايباك عشان اقول لك تنسى اي كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انت لا تعرفني ولا انا اعرفك. الله 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 الله، ايه نوجة سكة المطبات الجديدة دي؟ ما هو خلاص انا مروان ما بقاش ينفع ان احنا نبعد عن بعض، انت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل ايه ونيلة ايه؟ انت اللي هبلة، عاوزاني انزل مصر واسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلي على النبي، وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله؟ انت هتزعلي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم، انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموتني. خليني عايش معاكوا هنا وشغال سواق، وانتوا افرحوا بابنكوا زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتستعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هات دول. شكلها هتبوظك بداكي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي. يوه، هو قعد الفرد يعني فنان ولا مش فنان؟ ولا هو يعني بتاع كفته؟ مش مهم، بس احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس جدا الحمد لله. بس انا بقى قلقان من اللي بعد كده ده. كوريا انت بتقعي كتير، موضوع فارس وباريس ده لوحده مصيبه، مروان ده مش سهل، ده تعلم. عشان كده يا عماد انا كنت حاطك في النص علشان اشغله بيك فما يركزش مع كوريا. وانا مش عارف اقول انها فنان، انا سمعت باريس وكلنا عارفين ان باريس دي بلد، قلت اما اعرفه اني عارفاها واديت له اماره بالبرج. انا مش عرفني بقى يجي في بال مين يعني في واحده اسمها باريس؟ طب ما انت اسمك كوريا وكلنا عارفين ان ده اسم بلد كلها. خلاص فهمت، باريس بقى ولا مش باريس كلها اسامي ربنا. يلا انا همشي، خليني معاك بقى على التليفون. ها اوكي، شكرا يا عماد. باي ندور. باي كوري. سلام. ايه ده؟ تليفون من مصر. الو. الو، صباح الخير يا نادر. اهلا يا ساره، ازيك؟ عامله ايه؟ انا حلوه. وانت؟ اكيد مش حلو زيك. ما بتتكلميش من تليفونك ليه؟ انت عارف هنا مانعين التليفونات خالص. صح. الحمد لله بقيت كويسه جدا. هتيجي امتى عشان تاخدني؟ مش عارف قدامي قد ايه بصراحه ساره، بس هحاول ما اتاخرش ان شاء الله. طيب يا بيبي، اعمل حسابك ان انا محبوسه هنا لحد ما ترجع. ايه لحقتي ازاي؟ لا خالص، بالعكس، انا بس حاسه اني اول ما هخرج هبقى بتولد من جديد زي ما بيقولوا لنا هنا، فمستعجله قوي اني اتولد من جديد يا نادر. ما تقلقيش هرجع لك على طول ان شاء الله، وخلي بالك من نفسك. ماشي حاضر، يلا باي باي. يا سارة دي من بقى ان شاء الله الحتة بتاعتك. يلا حبيبي يلا. كهير Thank you. انت مش متخيل انا فرحانه بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خدي يلا انت. ايه ده انت بس؟ يلا دي موافقتك على العمليه. عمليه؟ عمليه اجهاض؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك، انا مش عاوزه انزله. امضي بس، امضي امضي بس، خلصيه يلا. عشان خاطر يا مروان ما تعملش فيها كده، ده انا فرحانه قوي بالبيبي ده، ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين انا بحبك ونفسي في حاجه منك. انا كمان بحبك، عشان عايز احافظ عليكي عايزك تنزليه. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟
شغل الشلت والحواري ده، سيبك من كلام ده، ده انتصار. ولازم تمسك الراجل وتربطيه جنبك بشويه العيال. ها سيبك من الحاجات دي خالص. انا حبيتك عشان انتي ورق العنب، عشان انتي مختلفه. طب خلاص، انا مش عاوزه جواز ولا عاوزه اي حاجه، بس ابوس ايدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده. سيبهولي. مش عارف اقول لك ايه يا حبيبتي. انا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا اخويا، خليه وانا اكتبه باسمي، مفيش ولا اي مشكله. يرضيكي؟ يرضيكي اول بيبي ليا اكتبه باسم مرة؟ وبعدين انا كنت غايب عنك فتره كبيره، وانت كان حواليك ذئاب بشريه كتير، وانا ما اضمنش بقى اي ديب من دول جه جنبك عمل ايه وانا ما كنتش معاكي. معقوله انت بتشك فيا؟ انا بحبك وعايز احافظ على علاقتنا، وهكوني فاكره ان انا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش اذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا، انتي هتنزليه. عارفه ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوزه انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين، يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقي انتي في امان. امال ايه؟ انا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليكي وبحبك. يا اما الحل التاني نخرج من هنا وانزله انا بايديا، بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته. وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى. يلا يلا امضي. يلا حبيبتي، يلا حبيبي، بسرعه بس. ايوه، شو نتأخرنا عن الناس. يلا حاضر.